السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله كيف ما وعدتكم وضمن سلسلة الأطباق اليومية غادي نحضر معكم الوصفة الأكثر طلبا، يعني هي اللي كيطلبوها مني العديد من الأخوات، وهي كواري ديال السردين بصلصة الطماطم. كتجي روعة، كتجي لذيذة بزاف بهذه الطريقة. يعني لو كنتي ماشي من المحبين ديالها فأكيد إلا جربتيها غادي تاكليها وانتي فرحانة بزاف. لذا بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة تحضير هذه الوصفة. اولا وفي المكونات طبعا غنحتاجو السردين، ويمكن ديروا اي نوع ديال الحوت بغيتو، حوت ابيض او سردين او اي نوع كتفضلوه. طبعا غنقيوه، وكل كينقي بالطريقة ديالو، كنحيدو البشور وكنحيدو السنسول. يعني هذه هي اللي مهمه، اننا نحيدو السنسول ونحيدو حتى الشوك اللي فيه، يعني التفاصيل طبعا للمبتدئات فقط بهذه الطريقه، ونحيدو حتى الزعانف وكل شيء والكحوليه، يعني كل شيء اللي ممكن انه اللي خاصو طبعا يتحيد، ونحيدو حتى هذا الجزء هذا. انا دابا تنسالي ونبدا كنحيدهم كاملين. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، ومن بعد غادي ندير له شويه الحامض او الخل ونعاود نغسلو مزيان مزيان. كما لاحظتوا انا في الاول غسلته غير في الناشف، ما كدرتلوش الماء باش كيسهل عليا نعزل دوك البشور اللي كنحيد، ما كيبقاوش معذبيني ملي كنلوحهم في البوطاجي. صافي غادي نستمر كنزيد نقيه ونوضعو مباشره في شبيكه باش يستقطر مزيان مزيان، لان ضروري قبل ما نطحنوه خاصو يكون استقطر لينا من الماء باش ما يجيناش ميه. ونبداو كنطحنوه، وطحانه يدويه او كهربائيه، او الطحانه اللي كديروا فيها الكفته كاين. يعني انا كنعقل الام ديالي كانت يعني زمان ما كانوش هاد الادوات الكهربائيه، كانت كتدقوا بالمهراز يعني باش وتحصلي على كفته حتى هي مزيانه. صافي كنستمر كنطحن فيه بهذا الشكل، ومن بعد غادي نضيف التوابل كامله اللي غادي نحتاج. قبل كل شيء غادي نضيف المعدنوس، كميه لا باس بها، تقريبا واحد جوج معالق كبار اللي غادي نزيد مع الكفته السردين، والكميه الاخرى غادي نضيفها مع الصوص. انا تقريبا درت واحد جوج معالق ونص حتى ثلاثه، يعني خص يكون بزايد معدنوس، ودرت غير شي شويه القزبر ماشي بزاف، ملعقه تقريبا كبيره ما عامراش ديال التحميره، شويه ديال البزار تقريبا غير نص معلقه صغيره القليل، كذلك من الخرقوم او الكركم والملح على حسب الذوق. غادي نضيف كذلك كميه من الكمون، تقريبا واحد معلقه صغيره ما عامراش بزاف، هذا بالنسبه للكيلو، ان مازال غادي نضيفو كميه اخرى. ضفت شويه ديال التوابل ديال السمك اختياريه، ممكن طبعا الا ما عندكمش ما ديروهاش، ولا بغيتو ديروا السودانيه ديروها. وطبعا الثوم تقريبا واحد ربعه ديال الفصوص صغار، وعصير ديال الحامض. الاضافه انا كنديرها كنضيف دويمه ديال الزعفران، في مذاقها زوين بزاف بزاف مع هذا الطبق ومع هاد الكويراس ديال السردين، ومعلقه كبيره من زيت الزيتون. وغادي نطحن الكل، يعني بحال غادي نخليه يزيد يندمج مع بعضه، اولا هاد المكونات نخلطها من بعد غير بيديا فقط. صافي ها هو الخليط ديالنا، الكفته ديال السردين، وكي كيقول لك كواري السردين كلها واش كيسميها. صافي غادي نخليها على جنب، نغطيوها ونخليوها على جنب، ونمشيو نوجدو الصوص ديالنا اللي ممكن طبعا نحضروها في الطاجين او غير في الطاوة اللي بغيتو، كل وشنو كيفضل وعلى حسب حتى الوقت عند واش عندكم ولا لا، رغم انها في جميع الاحوال كطيب بسرعه. كناخذ واحد البصله، كاينه غتجي غريبه استعمال البصله مع الحوت، وانما ضروريه في هذه الوصفه لانها خاصها تجيب مذاق. يعني لاحظتوا ما كثرناش حتى القزبر اللي كيبغيه الحوت باش كيجينا مذاق مختلف، ماشي ديال الشرموله المعتاده، وكتجي لذة مختلفة وزوينة. يعني جربوا هذا الطبق اكيد غادي يعجبكم. يعني انا الزوج ديالي من الناس اللي ما تيبغيوش نهائيا ياكلوا السردين، ومي كنديروه هكذا تيحمق عليه وتيبغيه بزاف، تيعجبو وتياكلو. صافي غادي نقطعوها، نحاولوا نرقوها ما امكن،
يعني انا عاده كنفرمها بديك الطحانه اللي كندير فيها الكفته. دابا فضلت نقطعها باش يشوفوا المبتدئات اللي ما عندهمش ديك الاله. غادي نوضع كميه من الزيت في طويوه او في كوكوت او في طاجين اللي بغيتو، توم جوج فصوص كبار مفرومين، ونضيف البصل اللي قطعته قطع رقيقه، وغادي نبدا كنحرك فيه حتى كيتقلى مزيان. ضروري قبل ما نضيفو المطيشه والمكونات الاخرى نقليو البصله باش ما نبقاوش حاسين بها ما طيباش، وانكم كتعرفوا الطماطم فهي كتشحر دغيا. صافي غادي نستمر في التحريك حتى نحس بها صافي دخلها الطياب، ونمشي نقطع كذلك واحد الحبه ديال الفلفله حمراء كبيره، وممكن ديروا جوج صغار حتى هما كيعطيو اضافه زوينه لهذا الطبق، وممكن طبعا تستغناو عليها غير لو كان الا كانت تكون احسن. صافي غنحاول نقطعها حتى هي ونديرها قطع اللي هي صغيره بهذا الشكل، ونضيفها مباشره بعد ما كتشحر البصله، لان الفلفله ديجا مشويه فما خاصهاش طياب بزاف. ومن الاحسن كيف قلت نقطعهم قطع صغيره جدا. والعافيه تكون مهيله على البصله باش ما تخطفش لينا، باش تشحر على خاطرها. صافي غادي نضيف الفلفله وغادي نستمر في التحريك، ومباشره غادي نضيف طماطم اللي كنكون طحنتها اولا حكيتها، اللي عندها الطحانه كطحن مزيان غادي طحنها اولا كنحكوها اللي بغيتو ونضيفوها. انا درت ثلاثه ديال الحبات ديال الطماطم، والكميه عينكم ميزانكم على حساب باش ما يبقالكمش يعني الماكله كثيره. الا كنتو اسره اللي هي صغيره فنقصوا. غادي نحرك وغادي نضيف باقي المكونات. كنضيف واحد معلقه ونص كبار ديال مطيشه الحك او الطماطم المصبره اللي رخفتها شويه بالماء باش تعطينا اللون احسن، وحتى في المذاق طبيعه الحال. كنضيف كميه من المعدنوس وكنحرك ونضيفو كذلك التوابل، تقريبا نفس التوابل اللي درت من قبل، يعني بانت ليا ناشفه. نزيدها شويه ديال الزيت باش تجينا هي هذيك، باش تجيناش حتى الزيت راه عنده دور خصوصا ان ما كاينش ليدام في شي مكون. غنضيف واحد الوريقه وجوج ديال الرند او ورق اوراق سيدنا موسى. كنضيف كميه كذلك من الخرقوم او الكركم، يعني كيف قلت نفس يعني التوابل، التحميره ولا الفلفل الاحمر، كمون، فلفل اسود او ابزار ما نكتروش منه. صافي وضروري ما نخليوها تقلى مزيان بلا ما نضيفوا ليها الماء في المرحله الاولى، نخليوها كتقلى مره مره نحركوها، ونمشيو نكوروا الكفته ديالنا السردين كويرات على حسب الرغبه صغار او كبار، ونخليهم كذلك على جنب باش متى تقلى لينا ديك الصوص عاد كنضيفوا ليها كميه من الماء. ضروري نرخفوها بالماء تبقاش مشحره بزاف، اساس اننا في الاول ما نضيفوش باش تشحر، ولكن من بعد غادي باش تولي مريقه زوينه يعني في القوام ديالها زوين، ما يمكنش نخليوها بهذا الشكل هذا. الماء جد اللي جينا معاه الكفته هي هذيك اولا الكويرات اللي درنا، نخليوه حتى كيغلي عاد كنوضعوا الكفته، ما نديروهاش وهي بارده، ضروري تكون غاليه باش مباشره كنحطوها ما كتعجنش وكتقبط راسها. كنبقى كنضيف شويه بشويه حتى كنحس بالمريقه هي هذيك، ونبدا كنوضع القطع ولا الكويرات بهذا الشكل. دائما عافيه مهيله خصوصا في هذه المرحله
الحوت خاصو يطيب على نار مهيله، يشد راسو يطلق المذاق ديالو بلا ما يتخطف المريقه ديالنا. صافي غادي نستمر، ومن بعد غادي نضيف معاه واحد جوج قطع صغيره من الحامض مصير. انا ضفت نسيت ما ذكرتش الملحه حتى هي مع الصوص، غير ما تكتروش بزاف، الا كترتو مع الكفته او حتى درتو الحامض مصير كثير. صافي نخليها دابا على خاطرها الا بانت لكم نشفات ما تزيدوا الماء حتى كتشوفوا الكفته شدت راسها. وهي المريقه ديالنا كتجي خاتره زوينه لذيذه، اكيد الا جربتوها بهذه الطريقه غتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه والتشجيع، وكنتمنى نكون دائما عند حسن الظن ديالكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.